السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة المعرفة المختلفة طروازيم، أصدقائي الأوفياء، أهلا وسهلا. سبق لنا وشفنا أن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانين قدر أصدر واحد البرقية، واحد الأمر بحظر جميع التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني. اليوم حاليا بالأمس بالضبط أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرار تعارض فيه هذا الحظر للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وأشار مجلس الدولة الفرنسي إلى الأمر متروك للولاة لتقييم كل حالة على حدة، فيما إذا كان هذا الحظر فيه إخلال بالنظام العام يبرر حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين أم لا. وأشار مجلس الدولة في فرنسا أنه لا يمكن أن يسند أي حظر فقط على هذه البرقية الصادرة عن وزير الداخلية أو على حقيقة أن المظاهرات تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين. بالنسبة لأحد محامي لجنة العمل من أجل فلسطين السيد برينجارت، فقد صرح بأن هذا القرار يعد تنصلا تاما من وزارة الداخلية التي تم تسليط الضوء على حماقاتها التحريرية المؤسفة. فلا يوجد حظر منهجي ممكن على أساس البرقية التي وردها أو أصدرها وزير الداخلية الفرنسي. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يتنصل مما قام به وزير الداخلية الفرنسي وحاول إعادة الأمور تجنبا للضغط أو تحت الضغط الشعبي. وإلى اللقاء أيها الأصدقاء.